المبادرة اللي احتضنها اليوم منتدى الحوار هي مبادرة تهدف أساسا إلى التصدي لخطاب الحقد والكراهية اللي انتشر بشكل كبير في بلادنا في السنوات الأخيرة، يعني مش فقط في الفترة الأخيرة، وخاصة عبر التسهيل اللي وفرته وسائل التواصل الاجتماعي. وموش خافي يعني على أي كان أنه هذا الخطاب هو خطاب خطير جدا، وهو مقدمة لفتن ولمآسي شهدتها دول راهي قريبة منا. نريد أن نستنهض كل مقومات الوحدة الوطنية ومقومات الأمة لمواجهة هذا الخطاب، خطاب الكراهية وخطاب العنف، والعمل على يعني إرساء واستنهاض المقومات الوحدة الوطنية التي تجمعنا كجزائريين. فهذا نقول لجميع إخواننا، لجميع شعبنا، بأن الجزائريون جسم واحد لا يمكن لأي يد شيطان لا من الداخل ومن الخارج أن تفرقه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم.